بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم في درس بسيط جدا ومقطع بسيط، أتمنى أنكم تستمتعون فيه. معلومات بسيطة عن تكاثر الفطريات. طبعا هنالك شكلين من تكاثر الفطريات أساسيين، راح نتكلم في الشكل الأول في هذا الفيديو، والشكل الثاني إن شاء الله بيكون في فيديو ثاني. الشكل الأول هو التكاثر اللاجنسي، وهو خاص بطريقة إنتاج الأبواق أو التبرعم، طبعا بداخل قمة الهوايات التي تكلمنا عنها مسبقا في الدروس السابقة، وهي القائمة في بداية الفطر في الجذوع. طبعا هذه الحفايات تنتج عدد هائل كبير من الأبواق. طبعا الأبواق تكلمنا عنها مسبقا، وهي نوع من أنواع الجراثيم تنتجها البكتيريا وبعض من المخلوقات، وهي تطور بسيط عنها، ما بعد تكتمل لتطور كامل. طبعا تنتشر هذه الأبواق إذا سقطت في بيئة ملائمة يتطور عنها فطر جديد. أيضا الطريقة الثانية هي طريقة التبرعم، أي تطور نتوء في جسم الفطر يبدأ بالتطور تدريجيا، ثم ينفصل عن جسم الطحلب الأم يكون طحلبا جديدا. هذه أكثر نقطتين تحصل للفطر في التكاثر اللاجنسي. أتمنى أنكم يعني استمتعتم في المعلومات. إن شاء الله يعني نتكلم عن التطور التكاثر الجنسي في مقطع آخر يكون أكثر تفصيل. إلى هنا انتهى الدرس، معكم الباحث خالد بن سعود الحليمي.